سامرزيتش اللاعب الصربي هو الذي سيتقدم. هذه كرة طويلة للأمام خطيرة لكن شلها جول. جول فعلها أودينيزي وسجل عن طريق الأرجنتيني لوتارو جيانيتي. لوتارو جيانيتي يضع أودينيزي في المقدمة في الدقيقة 25. في 25 جيانيتي لوتارو في مباراته الثانية فقط هذا المدافع بقميص أودينيزي يسجل هدف المباراة الأول بعد خطأ في إبعاد الكرة. شوف الخطأ من ألكساندرو، شوف الخطأ اللي يرتكبه ألكساندرو، وقبل ذلك بريمير وصلت إلى جيانيتي الذي يسجل في المرمى الخالي تماما في مرمى اليوفنتوس في مرمى تشيزني يسجل هدف أول لمصلحة أودينيزي. سجل هدف أول في مرمى أودينيزي. شوف لوتارو جيانيتي يلعب فقط مباراة الثانية قادمة من فيليس سارسفيلد ويسجل في مرمى اليوفنتوس وفرحة للحارس.